انا مش عايزه ابقى راجل، انا عايزه ابقى ست. كان في ناس بتيجي تصلح لما بتلاقي واحده ست بتمشي. دايما بيبقى فيه تشالنج كده ان هو عايز يطلعني حموره. ده انا من اول ما اشتغلت وانا بتعرض للتنمر. انا اسمي سعده حجاج، عندي 35 سنه، متخرجه من 17 سنه وبشتغل من وانا عندي 17 سنه، يعني من وانا عندي 7 سنين 8 سنين، وانا كنت كل لعبي بفكها واركبها عشان اعرف اصلحها لو باظت. ابتديت افكر وادور واسال واجرب وادرس على الانترنت، ابتديت اشتغل في عربيتي انا كمان علشان افهم الموضوع دوت، لغايه ما ابتدت ايدي تيجي في حته ان انا اشتغل في المكنه وافكها واركبها. ابتديت ادعم الموضوع بشويه دراسات وشويه كورسات، بقيت عارفه يعني ايه عربيه ديزل، يعني ايه عربيه بنزين، البوجيه ده بيعمل ايه، المكنه دي عباره عن ايه، تفك ازاي وتتركب ازاي، لغايه ما ابتديت اتشير واتعرف وفتحت مركز واشتغلت فيه. فكان بالنسبه لي الموضوع حلو علشان اقدر اساعد الستات، فلما هي تشخص العطل وتفهمه وتفهم الغلط فين او المشكله فين، هتقدر تاخد عربيتها حتى لو مش هتصلحها بايديها، هتروح عند الميكانيكي تقول له انا عربيتي فيها 1 2 3. شغلي كنت شغاله فيه من زمان قوي، شغاله في قسم الهندسه، ترقيت في شغلي وبقيت ماسكه مديره حركه. واحده واحده بقى ابتديت اشتغل كمان بره، واشتغل مع العملاء وافتح جروب واتكلم مع الستات واعمل قناه وانزل فيديوهات عن الاعطال وايه المشاكل اللي بتقابل الستات. باشمهندس يحيى، هات جهاز كشف الاعطال وهات العده بتاعت فك البوجيهات من فضلك. اصعب حاجه قابلتها وانا بعلم نفسي ازاي افك مكنه وافهم العطل بتاعها واقدر اشخصه من غير ما افتح المكنه خلاص. لازم الواحد يكون حابب المجال، ولما يعمله صح. زي ما احنا قلنا، تشخيص العطل اهم من تصليح العطل. العربيه زي البني ادم، سخن ليه سبب، كح ليه سبب، عنده مشاكل في معدته ليها سبب. السماعه دي برضو حاجه متطوره انها تكشف خشنه البلد. العربيه ممكن تاخد ساعه وخمس دقائق وممكن 10 دقائق وممكن يومين. انا من اول ما اشتغلت وانا بتعرض للتنمر. اول ما فتحت مركز وبقيت اشتغل، اول لما كنت في شغلي في الاول خالص، لما كان بيبقى في عطل عندي في العربيه واجي اشخصه، كان بيتبص لي بصه ايه انت هتفتي، او ان راجل جايب عطل وست هي اللي تشخصه او تصلحه او تقول له لا العيب ده مش العيب اللي انت بتقوله، ده عيب تاني. دي بالنسبه له كانت بتبقى مشكله، كان يعني مثلا قتلته كده ولا حاجه. فطبعا كنت بتعرض للتنمر كتير جدا، وبالذات لما كنت في المركز كان في ناس بتيجي تصلح لما بتلاقي واحده ست بتمشي، ودايما بيبقى في تشالنج كده ان هو عايز يطلعني حمار، هو عايز يوصل اني لا مش ممكن تكون ست بتفهم. مش معنى ان واحده ست شغاله في الميكانيكا انها مش ست او نسيت انها ست، لا اشتغل بايدي واعمل كل حاجه وفي نفس